والتي لا زالت تمثل جيوب خفية. شكرا جزيلا لك في تشيكاغو أستاذ محمد كمال عقدة، معذرة على المقاطعة. شكرا جزيلا أستاذ محمد كمال عقدة، مدير مركز نظرة في الأزمات بالولايات المتحدة، كنت معنا من تشيكاغو. هذا وخيما شبح فيروس كورونا على ملاعب العالم، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل كل مباريات الأسبوع المقبل في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا للشباب. في غضون ذلك أعلن مسؤول الدوري الإنجليزي لكرة القدم تعليق كل المباريات حتى 3 أبريل للحد من تفشي وباء فيروس كورونا. جاء الإعلان عقب اجتماع طارئ بين مسؤول الاتحاد ومسؤول الدوري الإنجليزي للرجال والنساء، وقد وافقوا على قرار التعليق الفوري لكل البطولات. وفي السياق نفسه أعلن مسؤول الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان لهم اليوم، أعلنوا تعليق مباريات بطولتي الدرجة الأولى والثانية في فرنسا، وذلك حتى إشعار آخر للحد من تفشي وباء فيروس كورونا. وجاء في البيان أن الأولوية هي للحد من تفشي الوباء وحماية الناس من العرضة للتأثر بالفيروس وتجنب زيادة سفر الناس. كما أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تعليق كل الأنشطة التي كان مقررا أن يشارك فيها فريقه، وذلك بناء على توصية من أطباء النادي خوفا من إصابة اللاعبين بالفيروس. وكان من المقرر أن يلاقي برشلونة مايوركا قبل أن يعلق الدوري الإسباني منافساته أمس، كما كان مقررا أن يلاقي نابولي الإيطالي في إياب دور أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 18 من الشهر الجاري. ومن إسبانيا إلى البحرين، حيث أعلنت كل من البحرين وفيتنام تأجيل سباقي فورمولا 1 للسيارات اليوم، وذلك للحد من تفشي وباء فيروس كورونا. وكان مقررا أن تستضيف البحرين سباقها الأسبوع المقبل دون متفرجين، في حين كان مفترضا أن تستضيف فيتنام سباقها الأول في البطولة يوم 5 أبريل المقبل. ولم يعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات عن تواريخ جديدة لاستئناف المنافسات. هذا وأعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية تعليق طواف الشعلة الأولمبية فيها بسبب حشود المتفرجين الذين ينزلون إلى الطرقات للمشاهدة، وذلك خوفا من تفشي وباء فيروس كورونا. وأضيئت الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو 2020 في مهدها بأولمبيا في اليونان أمس الخميس في حفل لم يحضره الآلاف الذين اعتادوا حضوره كل مرة. وكان مقررا أن تطوف الشعلة أرجاء اليونان لسبعة أيام قبل أن تسلم في حفل في الملعب الأولمبي بالعاصمة أثينا إلى المسؤولين اليابانيين. وينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة دكتور علاء صادق، المحلل والناقد الرياضي. دكتور علاء، شبح الكورونا يصيب الرياضيين، المدربين، اللاعبين والملاعب، وأيضا أولمبي طوكيو 2020. تعليقك دكتور علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. مرحبا دكتور. مشاهديك، بكل التأكيد في كل قوانين ولوائح كل الألعاب الرياضية وكل المسابقات الرياضية قبل أن يوضع قانون لحجم الملعب ومساحة الملعب وعدد اللاعبين ونظام الأخطاء، يكون الشعار الأول هو سلامة اللاعبين. في كل قوانين العالم الأولوية لسلامة اللاعبين. ومن هنا سلامة اللاعبين وسلامة الفرق وسلامة الأجهزة الفنية والجماهير تقتضي إيقاف المسابقات. أينما تواجد خطر الكورونا يجب أن تتوقف المسابقات الرياضية. اليوم أكبر مسابقة رياضية في العالم هي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية، ما يطلق عليه NBA. هذه المسابقة التي تدر أموالا تزيد عن أي أموال لأي مسابقة في أي لعبة في العالم سنويا توقفت أول أمس، لأن هناك لاعبا من نادي يوتا جاز أصيب بفيروس كورونا من أجل لاعب واحد. هل يمكن أن نتحدث عن خسارات مالية والرياضة تقوم على الإعلان والدعاية وعلى رزنامات محددة سلفا ومدفوعة ربما؟ لا قيمة للمال في مقابل حياة شخص واحد، فما بالك لو استمرت المسابقات الرياضية يمكن أن تودي بحياة المئات بل الآلاف بين لاعبين ومدربين وجماهير. اليوم المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي المدرب يورجن كلوب قال تصريحا هو الأقوى والأفضل على الإطلاق، قال أنا كمدير فني أتمنى أن تستمر المباريات،
أنا كمدير فني فريقي هو الأول ويقترب من التتويج بالبريمير ليج للمرة الأولى منذ 30 عاما، ولكن أعرف جيدا أن سلامة اللاعبين أهم من أي بطولات. أعرف جيدا أن حياة شخص واحد ليس مهمة، أنه هو موقعه، شخص واحد أهم من الفوز ببطولة أو أهم من التتويج بملايين الجنيهات الاسترلينية. فالآن الأولوية في أي مكان محترم في العالم، وأضع تحت كلمة محترم 100,000 خط، لأن هناك أماكن كثيرة حول العالم لا تعبأ بحياة شعوبها ولا تعبأ بحياة مواطنيها، وأندية لا تعبأ بحياة لاعبيها ومتفرجيها، ولكن أينما تواجد الاحترام وثقافة احترام الإنسان واحترام حياة الإنسان لن توجد مسابقات. الآن حتى ألمانيا تقرر إيقاف الدوري البوندسليغا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. أوروبا فيها 5 مسابقات كبرى، ألمانيا، أسبانيا، إنجلترا، فرنسا وإيطاليا، 5 توقفت كلها. دوري الأوروبي توقف اليوم، تشامبيونز ليج توقف، حتى الاتحاد الإفريقي الذي نصفه دائما بأنه متخلف أوقف مباريات تصفيات كأس العالم التي كان مقررا إقامتها في نهاية مارس الجاري، ومصر ضد توجو تقرر إيقاف المباراتين وتأجيلها. لا أعتقد أنها ستكون كرة قدم حتى يتمكن العالم من القضاء على خطر انتشار فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك من الدوحة عبر الهاتف الدكتور علاء صادق المحلل والناقد الرياضي، والسلامة الإنسان أولا وأخيرا كما قلت. شكرا دكتور. إلى موضوع آخر ضمن الكورونا، في سبيل لتشجيع المواطنين على ارتداء الكمامات الطبية، أضافت مصممة أزياء أردنية لمسة جمالية للكمامات الطبية لتشجيعهم على التزام إجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي فيروس كورونا. هذا الهدف من وراء الماسك بس عشان أشجع الناس إنهم يلبسوا ماسكات. هلأ هو طبعا مش طبي 100%، بس عشان أشجعهم إنه يلبسوا، واللي بحب طبعا اللي حابب يتبع الموضة والأشياء الفاشن بيقدر إنه يلبسها، ممكن يلبسها as a cover فوق الماسك الحقيقي إذا طبعا يعني لأنه هو إلى وقت محدد بعدين خلص. هلا في ناس كتير حبوا الفكرة، بنفس الوقت كان في ناس بنتقدوا الفكرة لأنه هي يعني إشي بخص المرض، بس أنا ما كان هدفي عشان الماسك وعشان المرض، أنا كان هدفي إشي فني بس. ترغيب إبداعي وقائي جميل. مشاهدين الكرام، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل يلتقيكم زميلي مصطفى عاشور والشأن المصري، وفيه عاصفة التنين تلتهم 20 مصريا وتغرق منازل وتقطع الطرق في القاهرة ومحافظات عدة. ابقوا مع الجزيرة مباشرة.